انتقلنا معكم إلى الحلقة الشرقية لحضور افتتاح مطاعم لباني الطائف، وراح ننقلكم إن شاء الله تغطية مميزة، وكذلك راح نطلعكم على الخصومات الموجودة. في خصومات بإذن الله راح تستفيدون منها حوالي 40%. تابعونا ومرحبا فيكم. ما شاء الله تبارك الله، هذا مطعم من الداخل عندهم خصم 40%، كذلك عندهم خصم ممتد إلى أيام العيد 20% على الطبخ. أهلا وسهلا. ما شاء الله تبارك الله، هذا لحم الحنين. أهلا وسهلا. طبخ الحنين. اللي يحب قلبه. ما شاء الله تبارك الله. وهنا المندي. يا هلا. وهذا المندي. مطابخ ومطعم لباني. كده. ما شاء الله تستاهلون. الدجاج المندي. وهذا الدجاج الحنين. الدجاج الحنين. يا مرحبا. يا مرحبا. من الوطنية. عليك الرز النثري حق الحنيد، رز الحنيد نثري 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 نثري. هذا المندي. ابو شوف ابو شوف النثري 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 يا وضع النثري. هذه الإدامات. هذه الملوخية وهذه البامية. وهذا المشكل. وهذا مسقع وهذا إدام الخضار. دائما خضار عادي وخضار مع الفرن. ما شاء الله تبارك الله. هذا المضغوط. هذا سليق الدجاج، رز وسيوف. مرة شيء فاخر من الآخر. ما شاء الله تبارك الله. الو، السعرات الحرارية. الله يحرقك. الو، أنا منحات يا الربع، الصورة هي اللي تحس. أباد الصورة تشرح لكم الواقع.